إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا مش عارف أعمل إيه مع أولادي بصراحة، يعني إياد وآمن دول دايما ماسكين الموبايلات ليل ونهار، وبطلوا يروحوا النادي زي زمان كده وينزلوا يفكوا عن نفسهم، وبطلوا يخرجوا مع أصحابهم، على طول الموبايل في إيديهم، حتى الكلام ما بيتكلموش مع بعض ولا معانا حتى في البيت، الموبايلات واخداهم من ساسهم لراسهم. أنا مش عارف أعمل إيه معاهم بصراحة. اللي بتقوله ده خطر قوي يا أستاذ حسن. أنا سمعت من دكتور بيجي في التلفزيون إن ده اسمه إدمان. أيوة، إدمان المحمول، وبيأثر كمان على شخصية الطفل. أيوة، إدمان والعياذ بالله، ولازم يتعالج لأن خطره ما يقلش أبدا عن خطر الإدمان فعلا، وربنا يعافينا ويعافي ولادنا. لازم يا أستاذ حسن تعرضهم على دكتور متخصص قبل فوات الأوان. إدمان التلفون المحمول بقى من الأخطار الشائعة، لأنه بيعمل عزلة تامة للشخص، وبيشغله عن تنمية قدراته ومواهبه، وبيؤثر بقدرة كبيرة على التركيز والذاكرة، وممكن يعمل اضطرابات في النوم أو الشعور الدائم بالقلق والإرهاق. علشان كده علماء علم النفس والطب النفسي على مستوى العالم كتبوا روجيتا ووصفة طبية وعدة نصائح لتفادي إدمان المحمول والارتباط المفرط دي، خاصة عند الشباب والأطفال. الروجيتا دي بتقول إيه؟ نمرة واحد، اعمل إيقاف لإشعارات المحمول اللي هي النوتيفيكيشنز، علشان ما تبقاش ودنك مشدودة لأي رنة. تاني حاجة، ابعد الموبايل عنك وانت نايم، علشان في ناس كتير ممكن لما تقلق بالليل يروح ماسك الموبايل ويسرح معاه من غير ما يشعر. تالت حاجة، لازم تخصص أوقات لأنشطة تانية، اخرج مع أصحابك، اعمل رحلة لمكان طبيعي، اعمل زيارة عائلية، مارس الرياضة، اشترك في عمل جماعي أو تطوعي، خلي عندك شبكة من العلاقات الاجتماعية الحقيقية مع الناس. كل دي حاجات هتخليك تشعر بالاستمتاع بجوانب تانية من الدنيا ومن الحياة، بعيدا عن استخدام التلفون المحمول. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.